أعلنت وزارة الصحة اليوم استقبال الطلبة المبتعثين في 8 مراكز صحية لاستكمال إجراءات الفحوصات المطلوبة للبعثات الدراسية، وذلك حسب عنوان السكن في البطاقة المدنية. وأوضحت الدكتورة وفاء الكندري أن تلك المراكز تستقبل الطلبة يوميا من الأحد إلى الخميس خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وشددت الدكتورة الكندري على ضرورة الحضور الشخصي للطلبة وإحضار النسخ الورقية الأصلية للمستندات المطلوبة، مؤكدة حرص وزارة الصحة على توفير سبل الرعاية والخدمة الصحية اللازمة للطلبة بسهولة ورفق أفضل معايير الجودة، متمنية لهم وفور الصحة والسلامة والتوفيق والسداد.